مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى أن لا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ملخص كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. هذا الكتاب للجميع على حد سواء، وللمهتمين بفهم جذور ما أصابهم من مرض جسدي أو نفسي، ولمن يعانون عقدا نفسية ويرغبون بمعرفتها واكتشاف تأثيرها فيهم. المقدمة: يمتلك الجميع مخاوف تسيطر على حياتهم، ربما تتحول إلى عقد إن لم يفهموها ويحاولوا الخلاص منها. والعقد النفسية هي بمنزلة سجن للذات، تجعلك تكبت مشاعرك وآراءك وتخشى البوح بها لأحد. ومن خلال صفحات هذا الكتاب ستعرف العقد النفسية وستفهمها وتحللها لتعرف أي منها تعاني. كما سيعرض الكتاب كيف تشوهت مفاهيم الرجولة في المجتمع والصراع الذي تمر به الأنثى، وكيف تم تلقيننا المورثات والمعتقدات لنصبح نسخة من الأبوين. كما ستجد شرحا مفصلا لأساليب التحاليل والتلاعب العاطفي في العلاقات، وستعرف ما عقدة الطفل والخضوع والاستحقاق. وسيتحدث الكتاب عن الموضوع الشائك الجنس والتحرش الجنسي، وستجد إجابة عن تساؤلاتك مثل كيف تعرف شغفك وتكون واقعيا، وكيف تفكك عقدك وتسحق مخاوفك. ولذا استعد لخوض رحلة البحث عن ذاتك وفهمها والتحرر من قيودك داخل صفحات هذا الكتاب. أولا، تشوه مفاهيم الرجولة وصراع الأنوثة. يحتار الشاب وهو يكبر متسائلا عن كيف يصبح رجلا في هذا المجتمع، ولكنه في الأساس تلقن العديد من المعتقدات دون أن يدري، فينشأ ساخرا من كلمة مشاعر ويربطها بالأنوثة، وتصبح لديه كل صور التعبير عن المشاعر من حزن وألم أمرا معيبا. ولو أمعنت النظر في اللغة الدارجة لدى الرجال ستجد أنها يغلب عليها السخرية والوقاحة، فبدلا من أن يعبر لصديقه عن اشتياقه إليه سيقول اشتقنا لك يا حيوان، لأنه يخجل من التعبير عن مشاعره. والمشكلة الأخرى هي نشأته على ربط كلمة أنوثة بالدونية، بينما على النقيض تتم تنشئة الأنثى على أن حريتها ترتبط بوجود رجل، وقد تصل إلى درجة المنع من الدراسة أو الخروج من المنزل إلى أن يأتي الفارس المقدام لتحريرها. وتجد النساء تتزوج فقط للهروب من المنزل، وقد يتكون هاجس لدى الآباء إن تأخرت البنت بالزواج، ويطلق عليها مصطلح عانس، وهو مفهوم غير سوي تم استحداثه ليربط بين استحقاق المرأة وقيمتها الذاتية بوجود رجل، وليعزز الشعور بالوحدة لدى المرأة غير المرتبطة. كما أن هناك ظاهرة المطلقة، وكيف تلحق بها سمعة غير سوية لأنها فقط نالت أبسط حقوقها وهو الطلاق، ويتم إشعارها بأنها مصدر للعار والتشكيك، فضلا عن الضغط النفسي والابتزاز العاطفي الذي تتعرض له لكي تعود إلى زوجها. وذلك كله راجع إلى تنشئة الفتاة على أن تكون أنثى خاضعة لا ترفع صوتها ولا تعبر عن رأيها، وتعيش لترضي الناس وليس نفسها. ومن هنا يأتي استلاب لحرية المرأة في اختيار ماهية الحياة التي تريدها، وصناعة ذات حقيقية تمثلها. وبدلا من أن تحاول جيدا حماية ابنتك بعزلها عن المجتمع، حول مجهودك لجعلها قوية صلبة من الداخل. ثانيا، أسس التعارف السوية واختيار الشريك المناسب. بحكم ظاهرة الاستلاب والعنوسة لدى المرأة ستجدها تميل إلى الزواج ويكون هدفا رئيسيا في حياتها، أما الرجل الذي يتعرض لكبت جنسي ستجده يميل إلى العلاقات العابرة لإشباع حاجته ولا يكترث لفكرة الزواج. وقبل أن تفكر في الزواج قسم فترة الخطوبة إلى 9 أشهر، الأشهر الثلاثة الأولى للتعارف والحوار الاستكشافي والتحقق من وجود جاذبية متبادلة، الأشهر الثلاثة الثانية تكون لملاحظة مواقف الحب والاهتمام ومعرفة إن كان صاحب مواقف حقيقية معك أم لا، والأشهر الثلاثة الثالثة ملاحظتك مدى تقبلك لعادات الآخر وطباعه وعيوبه. واسأل نفسك كيف يقام عقد يحدد مصير إنسان لسنوات وأطفال مدى الحياة بعد معرفة شخصين كل منهما للآخر لمدة لا تزيد عن ساعات. ولمعرفة كيفية قياس توافقك مع الشريك يجب عليك معرفة الشخص بشكل جيد،
وهل هو شخص طموح دائم التطوير لذاته أم شخص روتيني كسول لا يسعى لتطوير نفسه؟ والشكل مهم رغم كونه أمرا نسبيا، فإنك يجب أن تختار شخصا تشعر بتقبل شكله. وهناك من سيقول لك الجمال جمال الروح، ولكن هذا لا يعني أن تجبر نفسك على الزواج من شخص لا تستطيع تقبل شكله، كما يجب النظر إلى الكيمياء بينكما وأريحية الحوار. وقد لا يعتبر العمر عائقا كبيرا لأن النضج لا يرتبط بالعمر، وكذلك وعي الإنسان ونظرته إلى الحياة. وليس الهدف هو إيجاد كل هذه الصفات، فأنت لن تجد شخصا مثاليا، لكن يجب أن تعرف ما الذي تريده وهل تستطيع تغييره أم لا، وتنظر إلى الطرف الآخر بواقعية. وهناك علامات إن لاحظتها في أول شهور التعارف يجب أن تكون حذرا، فقد يكون شخصا مندفعا بالشعور ويدخل سريعا في الحوار الحميمي، وهذا يدل أنه شخص يريد علاقة عابرة فقط. ولذا يجب وضع ضوابط للعلاقة، وهي اتفاقات بين الشريكين لما قد يتم رفضه أو تقبله من عادات وطباع وسلوكيات تتم إعادة دراستها سنويا. ويجب أن تعامل نفسك كقيمة وتكون انتقائيا في اختيار شريك يسهم معك في خلق واقع أفضل، ولا تتنازل ولا ترضى بالقليل في خيار كهذا قد يكلفك الكثير. العقد النفسية. العقد النفسية ليست أمراضا نفسية أو اضطرابات، ولكن إن تجوهلت تؤدي إلى أمراض على المدى البعيد، وتختلف أشكالها وأنواعها من شخص إلى آخر. فهناك عقدة الشكل، وهي أحد أشكال عقدة النقص، يدخل فيها الشخص بمقارنة تلقائية مع الآخر، ويشعر بأن شكله غير كاف لإرضائه أو إرضاء المجتمع من حوله، موفلا أن معايير المجتمع للجمال متغيرة متقلبة، وأن الإعلام ومواقع التواصل خلقت نمطا مختلفا للجمال. ومن علامات هذه العقدة الهوس باستخدام الفلتر والتصوير من زوايا معينة والحفاظ على الخروج بشكل مثالي. وربما لم تستطع الفتاة الخروج للتسوق إلا وهي تضع مكياجا كاملا، ومن الصعب جدا أن تتقبل شكلك إن لم تعد صياغة المفاهيم المتعلقة بالشكل. وتذكر دائما أن الشكل يمل منه في النهاية، وإن تقبلت نفسك ورأيت جمالك الداخلي سيراك الجميع جميلا. وهناك عقدة الاستحقاق، فعندما لا يعرف الإنسان قيمة نفسه سيبدأ باستمداد تلك القيمة من مصادر خارجية، ومن هذه المصادر الخارجية السلطة، فتقول لنفسك يجب أن أصل إلى منصب كبير كي أكتسب قيمة. والشهرة والشهادة التعليمية في مجتمعنا يقدس المشاهير وأصحاب الشهادات ويبخس حق الباحثين والمفكرين. وهناك عقدة المثقف، وهو شخص يقرأ كثيرا بلا قياس على الواقع ودون خوض تجارب ذاتية، فيصبح مثل الببغاء الذي يردد كلمات لا يعرف لها أبعادا، ويعشق بأن ينادى بالقارئ أو المثقف لأن ذلك يمده بالاستحقاق. واعلم أنك مهما امتلكت من مصادر الاستحقاق الخارجية ستظل ناقصا في أغوار نفسك، لأنك لم تعرف قيمة نفسك. وهناك عقدة الطفل، وهي عندما يصل الإنسان إلى سن الرشد وما زال يحتفظ بسلوكيات غير ناضجة، والطفل يتشرب دون وعي النمط الفكري والسلوكي والشعوري للأبوين، وبسبب تعامل الآباء الخاطئ مع الأبناء ستجدهم يفصلون عن الواقع ويتجهون إلى العالم الافتراضي. فالألعاب الإلكترونية تجعل الطفل يعيش في عالم يكون البطل به. وهناك المسلسلات والأنمي التي يرتبط فيها الطفل بشخصيات تعبر عن حقيقته التي تم طمسها، ويقدس الأبطال لأنهم انعكاس لنواقصه. والانغماس في العالم الافتراضي يجعلك تكره الواقع الحقيقي وتعاني الكسل وتعيش في سردية الخيال، وكل ذلك يبعدك عن ذاتك الحقيقية. الشخصية النرجسية وأنواع العلاقات الزوجية. النرجسي هو شخص متحايل عاطفياً، لا يملك أي نوع من التعاطف مع الآخر، أناني ومصلحته الذاتية تأتي أولاً، ونادرا ما يشعر بالذنب، ويستغل البشر كأداة لحاجته. وقد يكون نرجسيا مصابا بعقد أخرى مثل عقدة التسلط، وهي حب التحكم بتفاصيل حياة الآخر بما يتناسب مع أهوائه، بينما المتعاطف هو نقيض النرجسي، وهو شخص واضح في كلامه، لا يعرف التحايل أو الكذب المرضي، وليس أنانيا، ولديه إحساس عميق بالآخر،
وقد يعاني من عقدة الخضوع، وهي السلبية والخوف من المواجهة والتبرير الدائم. وفي صراعك مع النرجسيين لا تنسى أنهم سيتهمونك فلا تبرر، وإلا سيجعلونك تشعر بالذنب، وحاول ألا تقع في فخ ابتزازهم. والحل السليم هو أن تتجنبهم ولا تحاول إثبات نفسك لهم. في العلاقات الزوجية يستخدم النرجسي أسلوب التحايل العاطفي للحصول على ما يريد وطلب حاجاته، كما يستخدم التهوين لجعل شريكته أو شريكه يشعر باللا قيمة، ويحاول استخدام العزل لإبعاد شريكه عن المقربين إليه. وقد يلجأ إلى التعامل الصامت لجعل الطرف الآخر يشعر بقلق مستمر وتوتر وانتظار وترقب لما سيحدث. وفي أغلب الأحيان يكون النرجسي غير مكترف بالأطفال، لكنه يستغلهم كحجة للتخويف من الانفصال، وقد يهدد بتشويه سمعة الطرف الآخر. وغالبا ما ننجذب المتعاطف إلى شخص نرجسي لأنه سيعزز عقده، بينما ينجذب النرجسي إلى شخص يفوقه أو مختل نفسي. ولذا يجب أن تدرك أن الجاذبية في الطبيعة البشرية تتبع قوانين غير منطقية صعبة التوقع. يكون للنرجسي بشكل عام الغلبة في الجاذبية من ناحية العلاقات، لأن سر الانجذاب هو ألا تفكر بإرضاء شخص على حساب نفسك. وهناك العديد من أنواع العلاقات الزوجية في عالمنا المعاصر، مثل علاقة الواجهة الاجتماعية، وهي علاقة لا اكتراثية تقوم على ملء الحاجة الحميمية كواجب إلزامي ومصروف شهري. وهناك التعلق المبني على مواقف العشرة، وفيها يكون الشريكان غير متوافقين بما فيه الكفاية، ولكن بينهما الكثير من المواقف العشرة الطويلة. وهناك العلاقات المبنية على حب ناضج، وهي أمر نادر لأن المجتمع لا يملك أسسا واضحة للعلاقات، ولأنها ممزوجة بكثير من المورثات الفكرية. السلبي اللطيف هو الشخص الذي ينساق ولا يتصادم مع أحد، ينقاد ولا يقود، يتقبل ما يفعله ويقوله الطرف الآخر بلا أي محاولة لتغييره، ويراعي شروع الآخرين على حساب نفسه، ويعاني عقدة المجتمع، فصورته أمام المجتمع أهم من صورته أمام ذاته. وهذا لأنه في طفولته سمع كلمات تعزز قيمة المجتمع على حساب رأيه، يخاف من قول كلمة لا، لأنه يظن إذا رفض طلبا سيفقد رضا ذلك الشخص. وكلمة لا بالنسبة له تعني أنه سيجرح مشاعر من أمامه ويخذله، ويعتقد في كل الحوارات أنه مضطر إلى تلطيف الجو بالسخرية والابتسامات والمجاملات الزائفة، ويشعر بأنه عبء ثقيل على أي شخص لشعوره بعدم الاستحقاق. ولذا يكون في حالة خوف دائم ألا يتقبله الطرف الآخر. يعاني السلبي اللطيف من التبلد الشعوري، فلا يستطيع التفرقة بين ما يعجبه وما لا يعجبه، ولا يعرف كيف يعبر عن شعوره الحقيقي، ودائما ما يشعر أنه إذا طلب أي خدمة من شخص آخر سيكون حملا عليه، ولذا نادرا ما يطلب المساعدة من أحد، وإن قدم له أحد المساعدة يظل ممتنا، ويخضع لجميع طلباته المستقبلية. ويجب أن يسأل كل شخص سلبي لطيف نفسه هل مراعاته لشعور الناس على حساب نفسه ستجعله سعيدا؟ وعندها سيدرك أنه بذلك يصبح سجينا لما يريده الآخرون. ويقول الفيلسوف سارتر إن سر خسارتنا لأنفسنا هو في اكتراثنا لصورتنا أمام الآخر. ويجب على السلبي اللطيف أن يتعلم قول كلمة لا، وذلك عن طريق عدم الموافقة على ما يطلب الآخرون منه، والرد بكل صراحة بأنه يحتاج وقتا للتفكير. فلا تقم بتبرير رفضك للآخرين ولا تختلق أعذارا كاذبة، واعلم أن التبرير لغة الضعفاء، وتعلم أن تغير الموضوع وتنهي الحوار بلا خجل أو شعور بالذنب، وعامل نفسك كقيمة عالية. حتى لو وقعت في الأخطاء فأنت لست مثاليا، ومعاملة حاجاتك كضرورة ليست من الأنانية في شيء، ولا تقم بالأعذار إلا إذا أخطأت، واعتذر مرة واحدة بصدق، واعلم أن التخلص من نمط السلبي اللطيف رحلة مجهدة، ولكن وعيك بما تعانيه أكبر حل لإغلاق تلك الفجوة. ختاما، تنتشر في المجتمع فكرة أن الرجال أكثر عقلانية ونضوجا عن النساء، وهذه فكرة خاطئة. وقامت أستاذة علم النفس جينا ريبون بمراجعة تفصيلية للعديد من الأبحاث عن طبيعة الفوارق بين عقل الرجل والمرأة،
وكان الاستنتاج أن الاختلافات التي ربما توجد تكون نابعة من كمية ونوعية التجارب التي يخوضها الشخص من صغره، وأن تجارب الحياة هي الحكم الوحيد. وعلم أن ما تحتاج إليه يا صديقي لتصل إلى نفسك ليس مزيدا من المعلومات والكتب، بل مزيدا من الخبرات والتجارب. فما رأيكم في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.